الرجال تقاتل به حتى ينحني، فقطع له غصنا فاستحال في يده سيفا. الله أكبر، ماذا الكرامة هاي؟ فلما قاتل به ودخل معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء مشى بقى الصالحين. يختال بنفسه، الله فقال صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. اي والله صح. قال الحديث لما يوم الحج لما جو كشف عن كتفه، فقال إيه: رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. يعني الإسلام ما يحبش الوهن ولا التضعضع يعني. ولا تهنوا ولا فالمهم قاتل أبو دجانة وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو سهل بن حنيف، يوم بني النضير، أعطاه من الفيء، لأنه مش غنيمة، ما كانش بحرب. ليه؟ لأنهم من الأنصار فقراء، إنما ما اداش لباقي الأنصار، ادى للاثنين دول لأنهم فقراء. هذا التعريف بسماك ابن خرشة، وهو اللي بيقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح من النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أطعن بسيف الله والرسول. أبو دجانة راوي هذا الحديث، بيقول إنه نام فوجد في بيته جسما طويلا أسود، فمسك الجلد فلقاه زي جلد القنفذ، يعني الله كله إيه شوك. شوك. فشكى للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا دجانة، خذ هذا الكتاب معك، يعني المكتوب، مش الكتاب اللي له دفتين، يعني المكتوب يسمى كتابا، واقرأه عليهم. فدول من العمار، يعني من الجن اللي ساكنين في البيت. سبحان الله. فلما قراه بنصه وفصه، قالوا: يا أبا دجانة، ارفع عنا الاحتراق، يعني احترقوا من هذا الموضوع. الحديث بقى عايز ينسمع مرة تانية في آخره. أعطاهم الكتاب، أخذ الكتاب أدرجه وحمله إلى داري وجعلته تحت رأسي. وقال: هذا كتابنا ينطق عليكم. إيه بعدين قال له: فبحق صاحبك إلا ما رفعت هذه الكلمات فلا عودة لنا في دارك ولا في جوارك ولا في موضع يكون في هذا الكتاب. قال: فقلت: والله لا أرفع حتى أستأذن رسول الله. قال أبو دجاجة: فقلت: طالت ليلتي، سمعت من عين الجن، فصحوت للصبح، صليت الصبح نبينا وأخبرته بما سمع الجن. فقال صلى الله عليه وسلم: أبو دجاجة، ارفع عن القوم، والذي بعثني بالحق نبيا، إنهم ليجدون ألم العذاب يوم القيامة. أنت مولانا تجيز الناس يقرؤوا هذا بعد طبعا. السيد والسي هاشم السي أحمد الرفاعي وزير نائب شيخ الطرفين، هذا هو وراح أصوره لكم، أجازكم القطب الغوث البيهقي، قطب زمانه و قيوته أوانه. رواه البيهقي، قال في إيه؟ رواه البيهقي والديلمي الحافظ في كتاب الإناب والقرطبي في كتاب التذكار من في أفضل الأذكار. البيهقي في كتاب دلائل النبوة ولا والله في مناقب؟ ما أدري والله. وصلى أيوة. الله. وكان الوالد وزع ورقة بروحه بعد أبو يعقوب الرفاعي. أيوة. أبو يعقوب رحمك الله يطبع الكتاب، شو سوايا ما حد سواها، لا بالعيم على قولت يد ام حسين ولا بالعرب، لا بالعيم. ولا تقول ابو يعقوب كله، تقول لي يا خالد ابوك سوى امور لم يفعلها لا بالعيم ولا بالعرب. ليش؟ أيه. هي تقول عنه، تقول هذا هو دار ابو يعقوب. صح، لانه لو واحد غيره كان جامل الناس دول وما تكلمش في التصحيح. والله قاعد. هو يقول لي كله، يقول لي بالسيارة: يا ابني خالد، أنا يقول لي أنا فدائي، يقول لي، قلت له، قال: يا ابني أنا تركت الوظيفة والوزارة مبكر، ويقول درت مع كل الجماعات الإسلامية. يقول لي: يا ابني خالد، الفرقة الصوفية هي إلى يوم القيامة، يقول سجل عني سيد ساشي مرفعي، يقول هي الفرقة الناجية، يقول لي، لأن هي مرتبة الإحسان. ومين بس اللي يقولوا مداير كرسي؟ يقول: يا ابني الحاكم قاعد بداره مرتاح، يقولوا العالم، يقولوا هو شقال بالذكر الله وصلاة على النبي، يقولوا هو مع ملك الملك، ملك الملوك، يقول ما يحاتي الملك. يقول الصوفي يذكر الله صلى على النبي وينفع البشر والحيوانات والجن والإنس والنبات. وانت منهم، مبروك يمينك، انت وصلت القطبية الغثية مثل ابو يعقوب. وهذا بعد ترى رجال طيب وصل، هذا بعد الإدريسي. الإدريسي هذا ما شاء الله عليه، يعني جاء متأخرا بس سبق الكثير. الأدارسة هم
العمار وتونس والمغرب العربي. شو سبحان الله، هذا صاير شو اسمه بركان بدولة ما أدري وين هذا. والله يطبخ مثل المرق مدد. ومنهم الملك إدريس السنوسي. أي والله كان بالمغرب، كان بالمغرب وليبيا. درست المغرب. ودارس المغرب. أيوة. طيب هو منين يعني؟ فصاحة بني هاشم. يلا مبروك. نعم. يعني كل يوم تنفح أنت. الله يبارك لنا فيك الله. عاوز تتعدل القطبية الغرثية قوثية ولا توقف؟ لا يا عمي ولا أوصل لها. من أصحاب الدرك. الله يبارك فيك. مدد.